شكرا سي الوزير على جوابكم، لكن للأسف ما عطيتوناش عدد المحرومين من المنح رغم هزالتها. علاش هذا التراجع اليوم من 95% الى 65%؟ السيد الوزير كما تعلمون احنا كمنتخبين والسلطات الاقليميه احنا المدبرين الشان المحلي، ولكن كتصيفطوا لنا الشروط التعجيزيه. واش بحال اللي كتقولوا لنا اللي كيشد 2000 درهم ماشي حشومه ما يستفد ولده من المنح، وخاصه الاقاليم اللي بعيده اللي ما فيهمش الجامعات، هذا يقري ولده واخا حتى بمليون ونص للشهر. ونزيد السيد الوزير، شتي انا اللي كيبان لي في هذا الوقت، اللي بغى يقري ولده خاص يكون باه لاباس عليه ويمشي ويقريه في كندا. هادشي اللي بان لنا في هذا الوقيته. من فضلكم هادشي كيسبب الهدر الجامعي، خاصه الطالبات ما كيقراوش ما كيخدموش ما كي فين اش غيديروا، ما يتزوجوا ما يطلقوا، اش غيديروا الله يحسن الطالبات اللي عندنا. شكرا.